اخر جزء قلنا هنتكلم فيه ان شاء الله اللي هو ايه الاوكسيديشن نمبر. الاوكسيديشن نمبر ده هنستخدمه كليه فين؟ في شابتر 4 اللي هي الالكتروكيمستري. خدنا الجزء ده بدانا كلمه اوكسيديشن وريدكشن امتى الكلام ده؟ في ثالثه اعدادي. هرجع فيدباك شويه ورا وافكرك ان انا لما جيت اتكلم على الاوكسيديشن فكنت بعمل لوز للالكترون، يعني كان كلامي على ميتال. عملت ريدكشن يبقى عملت جيل للالكترون، يعني كلامي على النون ميتال. طيب لما بعمل لوز او جيل بحط بوزيتيف او نيجاتيف تشارج. طب يبقى البوزيتيف او النيجاتيف تشارج دول بسميهم ايه؟ لما يتحطوا فوق السامبل بتاعي بسميهم الاوكسيديشن نمبر. يبقى الاوكسيديشن نمبر ده بيعبر عن بوزيتيف او نيجاتيف نمبر assigned an atom indicates the degree of oxidation او reduction. لو بوزيتيف هتبقى اوكسيديشن، لو نيجاتيف هتبقى reduction. كلام واضح وصريح ومحدد. اسهل جزء عندي شابتر 4 الالكتروكيمستري، لانه معلوماتي فيه انا عارف خلاص ده ميتال ونون ميتال والدنيا عندي مترتبه في دماغي. طيب جنرالي انا عندي البوندد اتوم اوكسيديشن نمبر بيعبر عن التشارج اللي انا هبدا الالكترون بتاعتها ترتبط عشان اكون مور الكترونيجاتيف ايه اليمنت. انا عندي كل ما انا ابقى ستيبل اكتر يبقى كونت بوند عندي ابدا اكثر، ابدا احط التشارج عندي على مين؟ على الاتوم. طب القواعد بتاعتي هفكركم بيها. القواعد دي معانا، اللي يفتكرها يفتكرها، مش هيفتكرها موجود معانا في تشابتر 4 برضو في كتاب المفاهيم. حاطط لي الكيميكالز بتوعي والاوكسيديشن بتاعتهم ايه. طب الرولز بتاعتي عشان اتعامل مع الاوكسيديشن نمبر، اول حاجه نمبر 1 اوكسيديشن نمبر اوف اي ان كومبايند اليمنت زيرو. اي اليمنت في الدنيا، حط لي مثلا صوديوم ان ايه، حط لي بوتاسيوم كي، حط لي سلفر اس، حطيت لك الرمز ده يبقى ايكوال في الاخر واكتب زيرو. ادي اول رول عندي. الرول الثانيه اوكسيديشن نمبر اوف مونو اتوميك ايون ايكوال اتس تشارج. يعني ايه؟ والله حضرتك دلوقتي ان ايه ده مكتوب عليه بلس 1، لما اجي اتعامل معاه هقول ان ايه ايكوال بلس 1، يبقى مفيش ايكوال زيرو بقى، شلت الزيرو وحطيت ايكوال بلس 1. لازم احط بلس او نيجاتيف لان انا بعرف. يبقى انا كده قلت ان الاوكسيديشن نمبر اوف صوديوم هنا ايكوال بلس 1، يعني عمل لوز ل 1 الكترون. تمام، يبقى انا كده الكلام بتاعي واضح. يبقى ده ان ايه ده يبقى بيعبر عن اتوم بزيرو، ده كده بيعبر عن داي اتوميك مولكيول برضو بزيرو. هنا لما كون لي الكومباوند بتاعي يبقى ده عليه بلس 1، يبقى الاوكسيديشن نمبر بتاعه ان ايه ايكوال بلس 1. اوكسيديشن نمبر بتاع الكلورين Cl ايكوال نيجاتيف 1، يعني هو عمل جين ل 1 الكترون. تمام، اعتقد هنا الدنيا بتاعتي اتظبطت. يبقى المونو اتوميك بيعبر عن التشارج بتاعته، ده مونو اتوميك وده مونو اتوميك اهو لما كون لي البوند، يبقى ده كده ايكوال بلس 1 ده ايكوال نيجاتيف 1. تمام، طيب اكمل الرولز بتاعتي. نمبر 3 الاوكسيديشن نمبر اوف اوكسجين كومباوند. الحاله العاديه بتاعتي بتاعت الاوكسجين ان هو جين 2 الكترونز تو ريتش ستيبل ستيت او الاوكتيت رول اللي هو نيجاتيف 2. جميل قوي. يبقى الاساس بتاعي في الاوكسجين نيجاتيف 2، اكسبت الاكسجين لو اكسبشن، عشان كده الاكسجين ده بتعامل معاه معامله خاصه في كل حاجه. هيبقى معايا في الشابتر 1 في الترانزيشن اليمنت بحالاته بقى مع الايرن 2 وايرن 3. اوكي، طب هنا عندي نيجاتيف 2 اكسبت البيروكسايد. البيروكسايد اللي هو اللي انا قلته المره اللي فاتت في اول فيديو خالص، قلت H2O2 ده هنا هيدروجين بيروكسايد. لما اجي اتعامل هنا معاه الدنيا مختلفه، له تعامل خاص. وير اتس الاكسديشن بتاعتي ستيت بتاعتي هتبقى نيجاتيف 1. اوكي، يبقى كل الاكسجين في اي كومباوند هيبقى نيجاتيف 2 اكسبت في حاله البيروكسايد هيبقى H2O2 هيبقى مين؟ هيبقى نيجاتيف 1. يبقى كله نيجاتيف 2 اكسبت نيجاتيف 1. طب النمبر 4 اوكسيديشن نمبر بتاع الهيدروجين في اي كومباوند كام؟ الهيدروجين ده قلت ما بتعمل هو نون ميتال اه وجاز اه، بس موجود اول واحد في البريودك تيبل في جروب 1 ايه، فالاوكسيديشن نمبر بتاعه بلس 1. الناس بتلخبط تفتكرها نيجاتيف 1 بما ان هو جاز ونون ميتال. لا يا فندم، هو موجود اول واحد خالص في اول التيبل، فالاوكسيديشن نمبر بتاعي بلس 1 اكسبت ان ميتال هيدرايد. اكسبت فين؟ في الميتال هيدرايد هيبقى بدل بوزيتيف 1 نيجاتيف 1. زي مين؟ زي الصوديوم هيدرايد. صوديوم هيدرايد هيبقى هنا بنيجاتيف 1. تمام؟ طيب تعالوا نشوف هنا ادي H2O، الاو
الاوكسيشن نمبر بتاعها نيجاتيف 2. طب لما انا اشتغل على ده واجي احسبها، عايز احسب انا مش عارفه الهيدروجين بكام، طب تعالوا نشوف الهيدروجين بكام. انا عندي الاكسجين هنا بنيجاتيف 2، تمام، الاكسجين بنيجاتيف 2، انا عايز الهيدروجين. طب انا هنا عندي النيجاتيف 2 دي، والاكس بتاعتي هنا اكس 2 اللي انا عايزاها، يبقى شلت الاكسجين يبقى اكس بتاعتي المفروض ان انا اكس 2 ايكوال نيجاتيف 2، يبقى انا عندي هودي دي بلس هنا الايكويشن، المفروض ان انا هودي دي الناحيه الثانيه، خدت الاكسجين وعوضت بيها اكس 2 ايكوال هتبقى بلس 2. طب انا عايزه اكس بس، يبقى الاكس ايكوال هنا بلس 2 ديفايد 2 تطلع لي ب بلس 1. يبقى الاكسديشن نمبر بتاعي هنا في حاله الهيدروجين جوه الكومباوند بتاع الووتر هيبقى بلس 1 نيجاتيف 2 للاستابيليتي بتاعتي. اوكي، يبقى ده كده الجزء بتاعي بتاع مين، بتاع الاكسديشن نمبر في حاله مين، في حاله الميه هنا ببلس 1 عادي الهيدروجين، لكن الاكسبشن الوحيد يبقى الاكسجين في كل الكومباوند ببلس 1 اكسبت في حاله الهيدرايد هيبقى نيجاتيف 1. مكملين في الرولز بتاعتنا نمبر 5، سم اوف اوكسيديشن نمبر بتاعت الاتوم في اي كومباوند ايكوال 0. انا هنا حط الكومباوند رصه كله في الاخر ايكوال 0. طب هنا عندي مين؟ قلت الميه اهو ادي 2 بلس 1، واحط الاكسجين اهو بتاعي نيجاتيف 2 ايكوال 0، رصيت كل الحاجات ايكوال 0 في الاخر، تمام؟ طب هنا الكالسيوم ادي حطيت بلس 2، ده يخص الكالسيوم، الاكسجين ادي 2 تايم نيجاتيف 2، هنا ال 2 2 هيدروجين، انا بضرب البراكت جوه هنا، ادي 2 اكسجين، ادي 2 اهي 2 في الهيدروجين، ادي 2 بلس 1، كل ده ايكوال 0، واشوف عايز اجيب مين في الاخر على حسب. طيب عندي نمبر 6 في الرول بيقول لي sum of oxidation number of the in the formula of polyatomic ion equal its ionic charge. طب انا هنا عندي ده ion يبقى equal مين؟ والله عندي هنا ده NO3 بنيجاتيف 1، يبقى كل عندي نيجاتيف اهو، دي الحته اللي بتلخبطنا دايما، خلي بالي منها. انا هنا عندي هكتب الرمز بتاعي equal 1، فرضنا ان انا عايز اجيب ال N مش عارفاه، تمام؟ ادي NO3 واكتب equal نيجاتيف 1، حطيت الاكس بتاعتي اللي هي بتعبر عن اللي انا مش عارفاه بلس 3 تايم نيجاتيف 2 ده بتاع الاكسجين ايكوال نيجاتيف 1، يبقى وديت الارقام هنا 2 تايم 3 هتبقى بنيجاتيف 6، نيجاتيف 6 وديتها ده حتى بقت بلس 6، نيجاتيف 1 بقت بلس 5، يبقى الاكس بكام؟ ببلس 5. اظن الدنيا مترتبه ودماغي مترتبه في الارقام. هنا عندي مدياك كومباوند تاني SO4 نيجاتيف 2، برضو حطيت كل الداتا بتاعتي وفي الاخر نيجاتيف 2، انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب السلفر الاس اللي انا مش عارفاه، ادي الاكس حطيتها بلس، هنا عندي 4 تايم نيجاتيف 2، 4 تايم نيجاتيف 2 نيجاتيف 8، يبقى نيجاتيف 8 تروح الناحيه الثانيه تبقى بلس 8، ماينس 2 تطلع لي بلس 6، يبقى الاكس عندي بكام؟ ببلس 6. اظن الاكسديشن نمبر حلوه لما بتتفهم، اكيد متفقين على كده. طيب اكمل بقى في الحته اللي احنا هتقابلنا في الشابتر 1 واحنا بنتكلم على ترانزيشن اليمنت، هي مين؟ ريديوسنج ايجنت واوكسيدايزنج ايجنت. قلت ان انا بعكس الكلمه، اللي يعمل اوكسيديشن اسمه ريديوسنج ايجنت، تمام؟ اللي يعمل ريدكشن اسمه اوكسيدايزنج ايجنت. دي فكرتي في الاوكسيديشن والريدكشن، خلي بالي بتلخبط جدا وناس كتير بتلخبط. يبقى اللي بيعمل اوكسيديشن عمل لوز يبقى هو نفسه ريديوسنج ايجنت، اللي عمل ريدكشن هو عمل جين يبقى هو نفسه ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى انكريس في الاوكسيديشن نمبر بلغتي بقى انا في الالكترو، كل ما زود اوكسيديشن نمبر يبقى انا عملت اوكسيديشن، جميل. كل ما قلل النمبر الاوكسيديشن نمبر يبقى انا عملت ايه؟ ريدكشن. يبقى ديكريز في الاوكسيديشن نمبر اوكسيديشن. الاقي هنا هقول حصل اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ والله هنا كان زيرو بقى هنا 1 بلس 1 يعني زاد، يعني حصل اوكسيديشن. خلاص خلصت، انت عارف قدامك الدنيا سهله ازاي. والله في قبل الايكويشن الرقم كان نيجاتيف 2 بقى نيجاتيف 1، ده هنا قل يبقى انا ايه اللي حصل؟ ريدكشن. يبقى انا بالتالي عملت ايه؟ ريدكشن. يبقى لما الاوكسيديشن نمبر يقل عملت ريدكشن، قبل الايكويشن قل كان بلس 2 بقى بلس 1 يعني اوكسيديشن نمبر قل، يبقى انا عملت ريدكشن. كان 0 بقى بلس 1 اوكسيديشن نمبر زاد، يبقى انا عملت ايه؟ اوكسيديشن.
يبقى انا كده قريت المعادله بتاعتي اللي انا هقابلها في المسائل بعد كده. الايكويشن بتاعتي في الالكترو محتاجه ان انا استخدم الحاجات دي. طب الصوديوم بتاعي اهو، ادي الصوديوم ان اي زيرو بقى بلس، يعني هنا حصل ايه؟ اوكسيديشن. يعني الصوديوم في كل الدنيا بيحصل له اوكسيديشن، يعني بيعمل لوز، يعني هو نفسه ريديوسنج ايجنت. يبقى قاعده عندي ان كل البتل ريديوسنج ايجنت، صح ولا لا؟ ليه؟ لان هي الاوكسيديشن نمبر بتاعها بيزيد وفي نفس الوقت بتعمل لوز للالكترون. يبقى انا كده طبقت قواعد معايا وانا بقول تمام. تعالوا نشوف العكس. الكلورين، الكلورين هنا كان زيرو بقى نيجاتيف 1، الزيرو النيجاتيف اقل تمام. النيجاتيف بتاعي يبقى انا كده عندي حصل ديكريس في الاوكسيديشن نمبر، يبقى كل النميتال كقاعده مالهم ريديوسنج ايجنت، لا اوكسيدايزنج ايجنت، عملوا ريدكشن، كلهم اوكسيدايزنج ايجنت عملوا ريدكشن. يبقى حصل ديكريس او ريديوس فين؟ في النمبر بتاعي كان زيرو بقى 1 بقى بالنيجاتيف، يبقى انا عندي ده كده الكلورين اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى كل الميتالز بتوعي هيبقوا ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت، كل النون ميتال ريديوسنج ايجنت. الكلام ده يشمل اكسجين بقى، كلورين، كل الناس اللي بالنيجاتيف وبتعمل جين الالكترونز كلهم ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. ودي القاعده بتاعتي. اخر حاجه عندي هقولها، انا بعمل اوكسيديشن وريدكشن. طيب اكتف ميتال عمل ايه؟ اوكسيديشن تمام، يعني عمل ايه؟ لوز الكترونز ايزلي. طيب يبقى عمل اوكسيدايزد بسهوله، يبقى هو strong reducing agent. تاني metal عمل lose للإلكترون، يعني عمل oxidation، يعني هو strong ايه؟ reducing agent. تمام؟ تمام. الجزء التاني الاكتف نون ميتال، الاكتف نون ميتال النشيط بقى معايا اللي هم بتوع الهالوجينز بقى والناس القويه الحلوه بتاعتي اللي بتشتغل معايا، ده جين الكترون ايزلي، بياخد الكترونات بسهوله. ايزلي reduced، يعني هو نفسه اوكسيدايزنج ايجنت، سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. كل ما جين ل 3 يبقى هو سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى انا بكتسب الكترونات اسهل، جين الكترون ايزلي، يبقى انا بعمل ايزلي ريديوس، يبقى انا في الحاله دي بعمل ريدكشن او ايزلي ريديوس، انا بعمل ريدكشن، يبقى انا سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. تمام. ده كده اخر حاجه قلناها عندنا في جزء الريفيجن، والحمد لله اتمنى ان جزء البيزكس بتاعتنا يكون وافي وكافي ان شاء الله، ويفيدنا في اللي احنا هنشرحه ان شاء الله تكملتنا. ونبدا بالاورجانيك اللي هي الحاجة اللي تخلينا كده مرتاحين واحنا داخلين ان شاء الله مع بداية المنهج. اتمنى ان شاء الله تكون الناس استفادت من الفيديوهات. سنة موفقة علينا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.